السلام عليكم. اليوم حلقة الأسعار راح تكون مختلفة عن كل الحلقات السابقة. تعرفون ليش؟ هسه أقولكم. جمعت لكم بهذا الفيديو أرخص الأسعار المتوفرة بالأسواق، ومو بس هيجي، كل سعر مذكور يمه المركز اللي يبيعه، وبعد أكثر كل مركز موجود رقم تليفونه بالوصف أسفل الفيديو، وبعد أكثر ضفت لكم أسعار التابلتات والآيبادات أيضا بهذا الفيديو. وكل أسبوعين راح نسوي فيديو نشوف شنو أحسن العروض والأسعار، والفائدة إن شاء الله راح تكون للجميع. فائدتنا فقط نحتاج دعمكم ومشاركة الفيديو على كل مواقعكم حتى الفائدة تعم على الجميع، ويشرفنا ويسعدنا اشتراككم بالقناة. وهسه ندخل بالأسعار. أهلا بكم، أنا محمد وحلقة جديدة لأحدث أسعار الموبايلات والتابلتات والآيبادات. ظلوا وياي. وكالعادة نبدي أول شيء بأسعار شركة سامسونج، وأول جهاز من سامسونج الاس 20 بلس ذاكرة 128 سعره 755 دولار، والاس 20 ألترا ذاكرة 128 سعره 1010 دولار، والاس 10 لايت ذاكرة 128 بسعر 370 دولار، والاس 10 بلس ذاكرة 128 ب 610 دولار، والنوت 10 العادي ذاكرة 256 سعره 760 دولار، والنوت 10 بلس ذاكرة 256 ب 770 دولار، والنوت 10 لايت ذاكرة 128 ب 370 دولار، والاي 01 ذاكرة 16 جيجا بايت سعره 85 دولار، والاي 10 اس ذاكرة 32 سعره 115 دولار، والاي 11 ذاكرة 32 سعره 118 دولار، والاي 20 اس ذاكرة 32 سعره 142 دولار، والاي 21 ذاكرة 32 سعره 170 دولار، والاي 21 اس ذاكرة 32 سعره 167 دولار، والاي 31 ذاكرة 64 سعره 200 دولار، والاي 51 ذاكرة 128 سعره 255 دولار، والاي 71 ذاكرة 128 سعره 343 دولار، والام 11 ذاكرة 32 سعره 134 دولار. خلصنا من اسعار شركة سامسونج، ونشوف اسعار شركة هواوي. أول جهاز من هواوي البي 40 برو ذاكرة 256 سعره 799 دولار، والبي 30 برو ذاكرة 128 سعره 495 دولار، والبي 30 برو ذاكرة 256 سعره 560 دولار، والبي 30 لايت ذاكرة 128 سعره 185 دولار، والمية 30 برو ذاكرة 256 سعره 715 دولار، والنوفا 5T ذاكرة 128 سعره 272 دولار، والنوفا 7i ذاكرة 128 سعره 251 دولار، والواي 6S ذاكرة 32 سعره 106 دولار، والواي 8S ذاكرة 32 سعره 155 دولار، والواي 9 2019 ذاكرة 64 سعره 163 دولار، والواي 9 2019 ذاكرة 128 سعره 175 دولار، والواي 9 برايم 2019 ذاكرة 128 سعره 180 دولار، والواي 9S 2019 ذاكرة 128 سعره 214 دولار، والواي 6P 2020 ذاكرة 64 سعره 119 دولار، والواي 7B 2020 ذاكرة 64 سعره 140 دولار، والأونر 8X Max ذاكرة 128 سعره 235 دولار، والأونر 10 Lite ذاكرة 128 سعره 153 دولار، والأونر 10i ذاكرة 128 سعره 190 دولار، والأونر 8A ذاكرة 32 سعره 95 دولار، والأونر 9A ذاكرة 64 سعره 119 دولار، والأونر 9X ذاكرة 128 سعره 210 دولار، والأونر 9X Pro ذاكرة 256 سعره 244 دولار، والأونر 9X Lite ذاكرة 64 سعره 163 دولار، والأونر 20 ذاكرة 128 سعره 263 دولار،
والأونر 20 برو ذاكرة 128 سعره $410. خلصنا من أسعار شركة هواوي ونحول على أسعار شركة أبل. أول جهاز من أبل الآيفون 11 ذاكرة 64 سعره $718، والآيفون 11 ذاكرة 128 سعره $770، والآيفون 11 ذاكرة 256 سعره $880، والآيفون 11 برو ذاكرة 64 سعره $1017، والآيفون 11 برو ذاكرة 256 سعره $1150، والآيفون 11 برو ماكس ذاكرة 64 سعره $1110، والآيفون 11 برو ماكس ذاكرة 256 سعره $1255، والآيفون اكس اس ماكس ذاكرة 64 سعره $715، والآيفون اكس اس ماكس ذاكرة 256 سعره $852، والآيفون اكس اس ذاكرة 64 سعره $555، والآيفون اكس اس ذاكرة 256 سعره $685، والآيفون اكس اس ذاكرة 512 سعره $715، والآيفون 8 ذاكرة 128 سعره $480، والآيفون 8 بلس ذاكرة 128 سعره $570، والآيفون 8 بلس ذاكرة 256 سعره $600، والآيفون 7 العادي ذاكرة 128 سعره $330، والآيفون 7 بلس ذاكرة 128 سعره $465، والآيفون SE 2020 ذاكرة 64 سعره $445، والآيفون SE 2020 ذاكرة 128 سعره $485. خلصنا من أسعار شركة أبل ونحول على أسعار شركة شاومي. أول جهاز من شاومي المي نوت 10 ذاكرة 128 سعره $370، والمي نوت 10 برو ذاكرة 256 سعره $440، والمي 10 ذاكرة 256 سعره $588، والنوت 8 ذاكرة 64 سعره $140، والنوت 8 ذاكرة 128 سعره $152، والنوت 8 برو ذاكرة 128 سعره $198، والنوت 9 اس ذاكرة 64 سعره $173، والنوت 9 اس ذاكرة 128 سعره $199، والنوت 9 برو ذاكرة 64 سعره $210، والنوت 9 برو ذاكرة 128 سعره $222، والنوت 9 ذاكرة 128 سعره $163، والنوت 10 لايت ذاكرة 64 سعره $280، والنوت 10 لايت ذاكرة 128 سعره $295، والبلاك شارك 2 برو ذاكرة 128 سعره $399، والبلاك شارك 2 برو ذاكرة 256 سعره $499، والبلاك شارك 3 ذاكرة 128 سعره $445، والبلاك شارك 3 ذاكرة 256 سعره $600، والبوكو فون اف 1 ذاكرة 64 سعره $230، والبوكو اف 2 برو ذاكرة 128 سعره $465، والبوكو اف 2 برو ذاكرة 256 سعره $495، والكي 30 ذاكرة 128 سعره $280، والكي 30 ذاكرة 256 سعره $310، والكي 30 برو ذاكرة 128 $485، والكي 30 برو ذاكرة 256 سعره $520، والكي 30 برو زوم ذاكرة 128 سعره $560. خلصنا من شاومي ونحول على أسعار أجهزة ريلمي. أول جهاز من ريلمي الريلمي الإكس 2 برو ذاكرة 128 سعره $358،
والريلمي الاكس 2 برو ذاكره 256 سعره 410 دولار، والريلمي 6 ذاكره 128 سعره 240 دولار، والريلمي 6i ذاكره 128 سعره 180 دولار، والريلمي 6 برو ذاكره 128 سعره 290 دولار، والريلمي 5 برو ذاكره 128 سعره 212 دولار، والريلمي سي 3 ذاكره 64 سعره 130 دولار. ونشوف اسعار شركه ون بلس. الون بلس 7 تي ذاكره 256 سعره 600 دولار، والون بلس 8 ذاكره 128 سعره 585 دولار، والون بلس 8 ذاكره 256 سعره 665 دولار. وهسه نشوف اسعار الايبادات والتابلتات من ابل وسامسونج وهواوي، ونبدي باسعار ايبادات ابل. الايباد ميني 5 ذاكره 64 سعره 380 دولار، والايباد ميني 5 ذاكره 256 سعره 560 دولار، والايباد 7 ذاكره 32 سعره 279 دولار، والايباد 7 ذاكره 128 سعره 375 دولار، والايباد برو 11 2020 ذاكره 128 واي فاي سعره 870 دولار، والايباد برو 11 2020 ذاكره 256 واي فاي سعره 960 دولار، والايباد برو 12.9 انش 2020 ذاكره 128 سعره 1080 دولار، والايباد برو 12.9 انش 2020 ذاكره 256 سعره 1175 دولار. ونشوف تابلتات سامسونج. السامسونج اي 6 10 انش سيم كارد ذاكره 32 سعره 208 دولار، والتاب اي 6 10 انش واي فاي ذاكره 32 سعره 188 دولار، والاي 6 8 انج واي فاي ذاكره 32 سعره 138 دولار، والاي 6 8 انج سيم كارد ذاكره 32 سعره 148 دولار، والتاب اس 5 اي سيم كارد سعره 420 دولار، والتاب اس 6 واي فاي سعره 600 دولار، والتاب اس 6 سيم كارد سعره 645 دولار، والتاب S6 لايت ذاكره 64 سيم كارد سعره 315 دولار، تاب S6 لايت ذاكره 64 سيم كارد سعره 390 دولار. بس نشوف اسعار تابلتات هواوي. الميديا باد T3 واي فاي 7 انش ذاكره 16 جيجا بايت سعره 68 دولار، والT3 سيم كارد 8 انش 16 جيجا بايت سعره 85 دولار، وتي 3 10 انج واي فاي ذاكره 16 جيجا بايت سعره 125 دولار، والتي 3 10 انج سيم كارد ذاكره 16 جيجا بايت سعره 135 دولار، والام 5 لايت ذاكره 64 سعره 290 دولار. لهنا شباب وخلصت حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى الفيديو نال اعجابكم واستفاديتوا منه. اكيد اذا عجبكم الفيديو مو تنسون تسوون لايك، تشتركون بالقناة اذا ما مشتركين، وشاركون الفيديو ويا اصدقائكم حتى الكل يستفاد. اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم. تحياتي لكم، في امان الله.